اكبر دم يطلع. شكون كاشكاين؟ بصح ما تجي لا مع طرف ولا طرف وشوفوا له. انا حزب سياسي السي الرئيس. حزب سياسي. هذا رئيس السي الرئيس وهذا الواقع. ما تحبوش تفوتكم لحقاش هاد المغالطات، هاد المغالطات اللي قالوها السكينة. خاصكم تخرجوا السكينة تقولوا الحقائق وخاصكم تخرجوا السكينة. اسمعني هاد الضمير ذاك اللي عندك حي كنت تقولوا في القاعة وكنا ندخلوا هنايا بكلمة واحدة باش نجيبوا هنا السينما. راه من النقاط نتاع السيد وزير الداخليه اللي دار مراسله انه كيدير كيذكر فيها بان خص يكون تحيين تاع كناش تحملات القدام وما تفعلتش هذا السيد وزير الداخليه وصيفط لكم مراسله كيقول لكم ديروا التحيين تاع كناش تحملات وما تنفذش. يعني اذا كان واحد العضو داخل المجلس ما نضرش النقطة ديال ما يبقاش خاطرو، إذا كان سيد وزير الداخلية ما تنفذش النقطة ديال ما يبقاش خاطرو، لأن هذا مشكل وقعنا فيه، وهذا المشكل تاع التسيير، تاع التسيير بامتياز. علاش؟ لأن السيد الرئيس راكم تلونسيت المارشي تاع ترونسبور دو فيون، وقلنا لك أودي راه جاتك واحد المراسلة نتاع السيد وزير الداخلية كيقول لك أودي خصك دير تعديل تاع كناش تحمولات. وهضرت معك انا بنفسي قلت لك هاو السيد الرئيس هاو شكاين وش كاين وانت لونسيت المارشي وصرات وطحت صف على واحد السيد اللي مشات للولايه ما تابروفاتش قالوا لك هاو خصك دير تحيير. يعني هنا فين كاين الخلل؟ فين كاين الخلل؟ خلل كاين في التسيير. دابا حنا كنهضروا على هذه المشاكل اللي قديمه راه عندها عام من الصيف اللي مضى. نمشيو للمسائل الثانيه. دابا حنا في هاد الدوره تاع فبراير ومن المفروض انك تعطينا باين النتيجه، لان المرسوم جوج 17287 في الماده الرابعه او في الماده الخامسه كتقول بالحرف توجه قبل شهر فبراير من خلال سنه قصد الاخبار نسخه من بيان تنفيذ الميزانيه الى عامل العماله او الاقليم او الى المصالح المركزيه بوزاره الداخليه المكلفه بالماليه المحليه والمصالح المختصه التابعه للسلطه الحكوميه المكلفه بالماليه. وانا هنا ما كنتكلمش على حصر بيان النتيجه تاع 2023، انا كنتكلم على 2022، لان ملي بدينا في هذا المجلس والميزانيات اللي تمت المصادقه عليها حتى وحده ما عطاتنا بيان النتيجه. هذيك بيان النتيجه تاع 2022 هذه كتخص 2021، يعني تاع المجلس السابق، اما في المجلس ديالكم الحالي ما عمركم عطيتونا بيان النتيجه، وهذا كيبين بان كاين سوء تسيير. وهذا السوء تسير ما جاش هكا وليد اللحظه، اجا بتراكمات، لان التسيير الانفرادي، العقليه الانفراديه، غير بوحدي اللي مضوي البلاد، راه سمح لي ما يمكنش، وعاد زايدها بتخرج العين وكتقول احنا نديروا السينما. الى احنا نديروا السينما، الاخوان الموظفين واش راهم يديروا؟ تا هما راهم يديروا السينما. دابا عندك مشكل مع الاداره وعندك مشكل مع المجلس. دابا انت ما قدرت توفق لا ما بين الاداره ولا ما بين المجلس، عندك مشاكل كبيره. حنا راه حنا في واحد المؤسسه دستوريه هنايا وخصنا من نتكلموا نعرفوا شنو كنخرجوا. الا كنا حنا ممثلين الساكنه راه ماشي ممثلين تاع السينما. اسمح لي انا راك استفزيتني بهذه الكلمه هذه اللي كتقولها. رئيس نتاع عندنا الالفيه يقول للاعضاء راكم ديروا السينما، ولا حنا نديروا السينما انت واش راك دير؟ خصنا نعطيك اوسكار تاع السينما.
لان هذا الشيء راه ما معقولش. كنقولوا النيه وغادي نخدموا ونخدموا مجموعين وكذا، تا عمرك ما عندك ديك النيه تاع تخدم انك مع الاعضاء ومع المكتب المسير ديالك. انت عندك عقليه ديالك بوحدك، سبحان الله، سياسه الاقصاء عندك من النهار الاول، وهذه راه ما غاديش ما يمكنش غادي نزيدوا نسكتوا عليها، لان انا عارفين بان الاقتصاد والمال هو اللي كيسير المدينه. انت عندك الميزانيه ما مبينها لناش، راني حاسس بالحق اننا وقفنا هذه الميزانيه تاع 2024 ما بغيناش نصوتوا عليها وكنفتخروا. ولا كان شي واحد كيقول لك راهم يديروا البلوكاج، ما بغيناش ندخلوا المدينه للحاب، ما ندخلوش المدينه للحاب، لان سوء التسيير ديالك انت اللي تحمل المسؤوليه. اما احنا اعضاء تداولي، احنا فوقاش كنجيو؟ ما نجيوش حنا نشوفوا شي حاجه اخرى. حنا ملي كتجي الدورات وكتجينا استدعاءات كنجيو نبدلوا بالدلو ديالنا هنايا، اما شي حاجه اخرى ما كايناش. انت اللي راك تسير، انت اللي راه عندك ستيلو، انت اللي تاخذ قرارات، ولكن هاد القرارات اللي راك تاخذها كلها مجانبه للصواب. وشكرا.